روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة الواحد مش عارف يقول إيه، حقيقة بجد جيل جميل قوي قوي. الواحد كان بيتمنى من كتر ما بيقرأ عنه كان بيتمنى يعيش في الزمن ده، وبيتمنى إنه فعلا يتعايش مع الناس دي قلبا وقالبا، ناس فعلا بتفكرنا بالزمن الجميل. والحقيقه ده احنا لحد يعني 100 سنه فاتت لما بنقعد نتذكر احوال اجدادنا وابائنا وامهاتنا عليهم رحمه الله جميعا بنقول الله على الزمن الجميل. امال لما نرجع ورا بقى كده اكتر من 1000 سنه ونشوف زمن التابعين والناس دي كانت عامله ازاي وعايشه ازاي ودنيتها عامله ازاي، اكيد كان يعني زمن فعلا جميل. زي ما النبي قال ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعالوا نتعايش مع يعني واحد من خيار التابعين، وتعالوا نشوف رائعة من روائع التابعين مع عطاء ابن أبي رباح رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة قصته جميلة جدا ومشوقة جدا. عطاء بن أبي رباح يعني إمام عالم، مفتي الحرم وشيخ الإسلام، وولد بعد سنتين من خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان عطاء بن أبي رباح كان أسود شديد السواد، وكان أعرج وكان أعور. وسبحان الله يعني فعلا زي ما النبي قال رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. المسألة كما مش بالشكل والمنظر، المسألة فعلا بالمخبر وبالقلب وبالروح وبإيمان العبد وقربه من ربنا وعبادته واتباعه للنبي، هو ده قدر الإنسان. ولذلك قالوا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. زي ما أقامك في الطاعة يبقى هو ده قدرك، ولو أقامك في غير الطاعة هو ده قدرك ومنزلتك. ولذلك سيدنا بلال ابن أبي رباح كان أيضا كان أسود شديد السواد، ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بشره بأن الجنة بتشتاق إليه، قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال، وفي الرواية الثانية سلمان، يبقى اشتاقت لأربعة، علي وبلال وسلمان وبلال وعلي وعمار وسلمان وبلال. فسبحان الله شوف لما الجنة تكون مشتاقة الإنسان. وسيدنا بلال لما طلع فوق الكعبة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة عشان يؤذن فوق الكعبة، واحد اسمه عتاب بن أسيد بيقول أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود، فيؤذن فوق الكعبة فينزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القدر وقدر الإنسان ومكانته عند ربنا بالتقوى وبالإيمان والعمل الصالح. ربنا يرزقنا إياكم العمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة. يبقى إذن عطاء بن أبي رباح كان أسود شديد السواد، أعرج وكان أعور، ثم عمي في آخر عمره، إلا أنه كان فصيحا عالما فقيها، أدرك 200 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما واحد يدرك 200 من خيرة الجيل الأول اللي تربوا على دين حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة منقبة عظيمة جدا. تعالوا نبدأ بداية قصة عطاء، ولكن صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي سيدنا عطاء بن أبي رباح كان رجلا حبشيا، وولد في اليمن، أبوه كان حبشي وبعدين قعد في اليمن، ولد عطاء في اليمن، ثم سافر مع أبيه إلى مكة، وهناك حصل بعض الأمور، وصل الأمر إن في النهاية أصبح عطاء بن أبي رباح عبدا رقيقا عند امرأة من أهل مكة، لكن كانت امرأة تقية جدا، وكانت إنسانة صالحة، وكانت من خيرة الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. نشأ هو في مكة في خلافة سيدنا عثمان ابن عفان، لكن ربنا أكرم عطاء ابن أبي رباح أنه كرس حياته كلها لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللعبادة وللطاعة. ما شاء الله مال حياته كلها يعني بالخير بفضل الله، بنطلب العلم لعبادة لدعوة إلى الله، ما شاء الله الله أكبر، كانت حاجة جميلة جدا. وكان مقسم حياته ثلاث أقسام. الجزء الأولاني أنه كان بيخدم سيدته اللي كانت بتملكه، فكان بيخدمها ومكرس حياته كلها لخدمة هذه المرأة الفاضلة الطيعة التقية النقية. والجزء الثاني كان مكرسه للعبادة وقيام الليل والصيام وقراية القرآن والذكر. والجزء الثالث كان مكرسه لطلب العلم، فانشغل جدا جدا بطلب العلم، والحمد لله ربنا أكرمه بجيل عظيم جدا اتربى على أيديه، اتربى على أيدين سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، لحد ما صدرت ملأ فقها وعلما وتعلم علم كبير جدا على يد هؤلاء الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
في يوم من الأيام جلست بقى المرأة المكية دي اللي هي اللي كانت تملكه، وقعدت تفكر في الغلام بتاعها ده. الغلام ده أو الشاب ده ما شاء الله شاب طاقي جدا وعابد لله وما شاء الله طالب علم ومكرس حياته كلها بيخدمني وبيطلب العلم وبيعبد ربنا، ده إنسان فاضل، طب ليه ما فرغوش للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فما كان منها إلا أنها ربنا أكرمها وقررت قرار جميل جدا كان في صالحها وفي صالح المسلمين وكله في ميزان حسناتها بفضل الله سبحانه وتعالى، أعتقد عطاء ابن أبي رباح، ويعني كرست حياته كلها لنفع الإسلام والمسلمين. منذ ذلك اليوم عطاء ابن أبي رباح اتخذ المسجد البيت الحرام مقاما له، خلاص حياته كلها بقت في المسجد الحرام في مكة، بقى كأنه داره ومدرسته ومكان عبادته ومصلى، لدرجة أنهم قالوا المؤرخون قالوا كان المسجد فراشا لعطاء ابن أبي رباح نحو من 20 سنة، حوالي 20 سنة كان بينام ويقوم ويأكل ويشرب ويدرس ويدرس ويعلم ويدعو إلى الله في المسجد الحرام. ويا بخته، ده الصلاة الواحدة يا جماعة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي أخبرنا بهذا الخبر الجميل إن الصلاة في البيت الحرام في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. حقيقة كان عطاء بن رباح كان أخلاقه عالية جدا، كان يحب الصمت، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، ولما سأله عقبة بن عامر قال له يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فكان بيصمت، ولما يتكلم كان الناس يروا أنه مؤيد من السماء، كان كلامه كله حكم، وكان الناس تكتب وراء الكلام اللي بيقوله، كان بيخرج منه ضرر من الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من أطرف المواقف بتاعته اللي توضح قد إيه إنه كان ورع جدا، ما يحبش حد يجيب سيرة حد، ما يحبش حد يغتاب حد، يكره جدا يلاقي حد بين الكلام بين حد وحد، يكره الكذب، يكره الغيبة والنميمة، يكره كل هذه الآفات. وكان بيحب إن الإنسان يتعامل مع الناس بذوقيات عالية جدا. تعال نشوف ذوقيات عالية جدا من عطاء بن أبي رباح رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام اتنين قاعدين معاه، فواحد بيقول حديث فالتاني راح مقاطعه وقال له أيوه أنا عارفه ده الحديث ده كذا كذا. فرح عطاء بن رباح زعل جدا، قال ما هذه الأخلاق؟ هذه يعني عايز أقولهم دي مش أخلاق مسلمين. قال لهم والله إن كان الرجل ليحدثني بالحديث أنا أعلم به منه، في خد بالك بقى، فأجعل الرجل يظن أني لا أعلم الحديث حتى لا أحرج الرجل. وفي الرواية الثانية بيقول إيه؟ إن كان الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد. واضح كلام؟ يعني يا جماعة من ضمن الذوقيات واحد بيكلمني فبيقول لي معلومة معينة أو حديث معين أو قصة معينة أو أي حاجة، ما ليش أقول له عارفة خلاص يعني خلص وشوف اللي بعدها. دي مش بالذوقيات، من الذوقيات إن هو لما بيقول لي حديث والحديث ده أنا عارفه يمكن قبل ما هو يتولد، فأقول له ما شاء الله ما شاء الله، يعني فعلا النبي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم، ما شاء الله ربنا يبارك لي في عمرك، والله يا أخي جزاك الله عنا خير الجزاء. بيقول لي معلومة فقهية معينة وأنا عارف المعلومة دي قبل ما هو يتولد، ورغم ذلك عامل نفسي إن أنا ما أعرفهاش. ده مش كذب، دي ذوقيات، إن أنا بسمعه لحد ما يخلص وأنا عارف المعلومة ديت، لكن من باب الذوقيات العالية بعمل نفسي إن أنا كأني أول مرة بسمعها منه، ودي من الذوقيات الجميلة. تعالوا نشوف فضل عطاء بن أبي رباح وعبادته لله سبحانه وتعالى. كان واحد اسمه سلمة بن كهيل بيقول ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة، أكتر ثلاثة شفتهم فعلا بحس إن هم بيريدوا بهذا العلم وجه الله الثلاثة دول، عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد. لدرجة امرأة راحت مرة بتسأل سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة جماعة ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فبتسأله سؤال فقال من أين المرأة؟ قالت من مكة. قال سبحان الله يا أهل مكة تجتمعون علي وفيكم عطاء ابن أبي رباح؟ يا سبحان الله، سيدنا ابن عباس مش عايز يفتي واحدة من أهل مكة لأن عندهم عطاء ابن أبي رباح. وده يوضح لك قد ايه قدر هذا الرجل، قد ايه رجل كان عظيم جدا وقدره عالي جدا والناس كانت بتحبه جدا وعارفه قدره ومكانته، رغم ان هو تعلم على يد عبد الله بن عباس، بس عبد الله بن عباس عارف قدر هذا الرجل كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان بيصلي كتير قوي ويصوم كتير ويذكر ربنا كتير ويقرا القران كتير. وعارف حج كم مره؟
لو قلت لك يمكن ما تصدقنيش، لكن بصحة الرواية بقى بقول لك يعني حج 70 مرة. يا رب يرزقكم يا رب الحج والعمرة ويتابع لكم بين الحج والعمرة. قولوا أمين أمين يا رب العالمين، ربنا يجمعنا وإياكم السنة الجاية إن شاء الله في عرفات، اللهم أمين. تخيل حج 70 مرة ما شاء الله، صلاة كتير قوي وعبادة كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. تعال نشوف في يوم من الأيام حصل بينه وبين أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك لقاء جميل قوي. سليمان بن عبد الملك في سنة 97 هجرية أراد أن يحج، خرج هو وولاده الاثنين وراحوا يحجوا، ولما انتهوا من الطواف بتاعهم فسليمان بن عبد الملك قال لواحد من الخواص بتوعه من الناس اللي معاه، قال لهم أين عطاء بن أبي رباح؟ قال له هو قائم يصلي هناك بيصلي. فقال طيب، فخد ولاده الاثنين وراحوا وقفوا مستنين عطاء بن أبي رباح لحد ما خلص صلاة. عطاء بن أبي رباح كان بيطول جدا في الصلاة، ففضل مين بقى؟ ده مين ده؟ سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين. الناس بتقول له نوسع لك ونظبط، قال لهم لا 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 لا، في هذا المقام يستوي الملوك والسوق، وده من تواضعهم رحمه الله رحمة واسعة. فواقف مستني عطاء بن أبي رباح لحد ما يخلص صلاة، فضل مستني وقت كبير جدا لحد ما خلص صلاة، وأول ما خلص صلاة دخل سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعطاء بن أبي رباح راح رد عليه السلام تمام. فسليمان بن عبد الملك عايز يسأله سؤال، فقال يعني أسألك بالله أن تقف في الصف، يعني إيه في ناس جايين قبل منك، أنت أمير المؤمنين لكن عند طلب العلم وعند السؤال يستوي يعني العبيد والملوك، الكل يقف إيه سواسية. فقال له في ناس جايين قبل منك فلازم تنتظر في الدور بتاعك لحد ما تسأل. هم كالملائكة في السماء مطهرين، هم كالملائكة في السماء مطهرين. فلما جه الدور بتاعه وقف سليمان بن عبد الملك يكلم عطاء بن ابي رباح ويساله بعض المسائل الفقهيه الخاصه بالمناسك والحج الى غير ذلك، لحد ما عرف كل حاجه واستاذنه وسلم عليه ومشي. فهم ماشيين ومقربين من عند زمزم، فسمعوا واحد بيقول ايها الناس لا يفتي في هذا المقام إلا عطاء ابن أبي رباح، ما حدش يسأل أي حد في المكان دوت إلا عطاء ابن أبي رباح. فولاد سليمان بن عبد الملك بيقول له ما هذا يا أبتاه، إيه معقول الكلام ده يوقفك في الصف ويعمل العمال دي كلها، ويعني ده أنت أمير المؤمنين. فقال لهم هذا صاحب الفتية وإمام المسجد الحرام، هذا صاحب الفتية في المسجد الحرام ووارث عبد الله بن عباس في هذا المنصب الكبير. ثم قال يا بني تعلموا العلم، اطلبوا العلم، انت شفت الذل اللي احنا كنا فيه، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك، ولقد رأيتم ذلنا بين يدي هذا الرجل. شفت قد ايه بالعلم، فعلا العلم يرفع قدر الإنسان. وإحنا قلنا بكده يا جماعة كلنا عارفين الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مالك والأئمة الكبار دول، لكن ما نعرفش ولا واحد غني من الأغنياء اللي كانوا عايشين في عصرهم، رغم أن كان في مليونيرات كانوا عايشين في عصر هؤلاء الأئمة الكبار، ورغم ذلك إحنا ما نعرفش ولا واحد منهم. ليه؟ لأن العلم يخلد ذكر صاحبه، أما المال فلا يخلد ذكر صاحبه. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال كما أخبر بذلك. تعال نشوف قصة حلوة برضه جميلة جدا حصلت بين حجام واحد حلاق في موسم الحج. القصة دي دارت ما بين الإمام أبو حنيفة وما بين الحلاق دوت. إيه علاقتها بعطاء بن أبي رباح؟ هتعرف حالا دلوقتي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة بيقول أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة. بيقول في 5 أبواب، هو طبعا ما بيقصدش ده طبعا من باب التواضع يعني، وإلا هي ما كانتش أخطاء، دي كانت أمور يعني فيها خلافات في أمور فرعية جدا جدا، لكن هو من باب التواضع بيقول أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام يعني حلاق. خد بالك بيقول ذلك أني أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، حبيت أن أحلق، فرحت إيه للحلاق فقلت له السلام عليكم. عليكم السلام. قال له تحلق لي راسي بكام؟ تحلق لي بكام؟ قال له يرحمك الله يعني النسك لا يشارط فيه، اجلس واعطي ما تيسر لك، انت هشترط عليك وتشترط عليا، لا هاخد كذا لا هتديني كذا، ده نسك لا يشارط علي، فاللي هتدفعه تدفعه جزاك الله خيرا. فقال فكسفت من نفسه وقمت قاعد وايه وقعدت عشان احلق شويتين،
فبيقول فقعدت وانا منحرف عن القبله، فالحلاق قال له ايه يعني استقبل القبله، قال ففعلت وازددت خجلا على خجلي، ثم اعطيته راسي من الجانب الايسر، فقال اعطيني راسك من الجانب الايمن لتحلقه، فالامام ابو حنيفه راح بيديله الجانب الايمن وبيقول وازددت خجلا فوق خجلي. وبعدين هو قاعد بيحلق له، بيقول الامام انا هو عمال بيحلق له وانا ساكت، فقال يا اخي الله يبارك فيك اذكر الله وكبر وهلل، اقعد اذكر ربنا، انت موقف لسانك ليه ومعطل لسانك ليه، اذكر ربنا. بيقول فجلست اذكر المولى عز وجل، وشويتين بعد ما خلص حلاقه دفع له الفلوس وماشي، قال له اين تريد؟ قال له ماشي بقى يعني رايح بقى للمكان بتاعي، قال له قف الان وادعو الله عز وجل ثم انصرف. قال فقلت ان هذا لا يصدر من حجام، اكيد الرجل ده فقيه اما سمع الكلام ده من فقيه. قال من اين تعلمت كل هذا الكلام؟ قال تعلمته من عطاء ابن ابي رباح، ومنذ ذلك اليوم وانا اعلم ذلك كله لكل من ياتي الي ليحلق بين يدي. فده كان موقف من المواقف الجميله جدا لعطاء ابن ابي رباح رحمه الله رحمه واسعه. كان في لقاء جميل جدا، ولقاء بيقول عليه لقاء تاريخي بينه وبين أمير المؤمنين بعد ذلك هشام ابن عبد الملك. إيه اللي حصل يا جماعة؟ الدنيا أقبلت على عطاء ابن أبي رباح فرفضها، الملوك والأمراء وأمراء المؤمنين كلهم كانوا بيطلبوا منه أنه يقرب منهم ويجالسهم ويعيش معهم ويكون قريب منهم ويأخذ من عطاياهم والمنح بتاعتهم، فرفض ذلك تماما خوفا من أن يفتن بدنيا هؤلاء الناس. قال لأ أنا ما أقربش من الناس ديت، مش كرها فيهم، لكن هو خاف على دنيته، خاف على دينه، من دنيا هؤلاء الناس، أنا هيغدق عليا بقى بالأموال وده وده، وألاقي نفسي في النهاية بضيع ديني، وممكن عياذا بالله في وسط هذه الجلسات ممكن يفتي بفتية معينة تضايق الأمير المؤمنين فيضطر عياذا بالله إنه يجامل أو، فقال لك لا أبعد عنهم أحسن. في يوم من الأيام قرر إن هو يروح زيارة شخصية، خدوا بالكم بقى زيارة شخصية من مكة، سبحان الله، لفين؟ لدمشق. رايح لمين؟ رايح لهشام بن عبد الملك، ورحلة طويلة جدا ممكن تستغرق يجي شهر، ورغم ذلك رايح من أجل أن هو يقدم نصيحة خالصة لوجه الله. هتشوف الموقف عامل إزاي. مين اللي بيحكي القصة ديت؟ واحد اسمه عطاء الخراساني، واحد من أعيان الناس، رجل غني جدا جدا. بيقول خرجت أنا وأبي رايحين لهشام بن عبد الملك في مصلحة معينة، فهم راكبين اعزكم الله البغله بتاعتهم ولابسين بقى ثياب تناسب طبعا لقاء الملوك وكده، فرايحين هناك وهم ماشيين في السكه قابلوا عطاء ابن ابي رباح. هشام عطاء الخراساني ما كانش يعرف عطاء ابن ابي رباح، فلقى رجل اسود شديد السواد اعزكم الله راكب حماره يعني حاجه كده يعني هلكان على الاخر، يعني فاهم ازاي، عنده يجي بيري بيري ولين عظام وحاجات كده وماشي عمال بيسك على رجليه، ولقاه يعني شكله كده لابس لبس بسيط جدا ويعني شبه يعني لبس يعني شكله يعني بسيط قوي فوق ما تتخيل. فضحك فبيقول لابوه ايه؟ من هذا الاعرابي يا ابي؟ ايه الراجل اللي ماشي دوت الاسمراني ده اللي لابس لبس كده شكله يضحك؟ فأبوه عارف عطاء بن أبي رباح، قال اسكت يا بني هذا سيد فقهاء أهل الحجاز. أنت بتتكلم، أنت تعرف مين ده؟ أنت الطول أصلا تتكلم معاه ولا حتى تسلم عليه؟ فراح أبوه أول ما شافه اللي هو أبو عطاء الخراساني راح مشاور لعطاء بن أبي رباح، فنزل من على الدابة بتاعته، ده نزل من على الدابة بتاعته، وخدوا بعض بالأحضان وسلموا على بعض وصفحوا بعض وتعرفوا، وبعد كده كملوا طريقهم. هو مش عارفين ان عطاء بن ابي رباح رايح لهشام بن عبد الملك، وهم كمان كانوا رايحين لهشام بن عبد الملك، هم رايحين لمصلحه دنيويه، وعطاء بن ابي رباح رايح من اجل ان يقدم وان يبذل النصيحه لامير المؤمنين هشام بن عبد الملك. وصلوا لحد القصر بتاع هشام بن عبد الملك، وفجاه عطاء الخراساني واقف بيحاول يدخل، طبعا هو كان راكب البغله بتاعته فطبعا سريعه، واعزكم الله الحمار بتاع عطاء بن ابي رباح ماشي يعني ايه على سطر ومفوت سطر يعني تعبان على الاخر خالص، فوصل بعديه بفتره. عطاء الخراساني يحاول يقنع الراجل ان هو يخش على امير المؤمنين يقول له عنده ضيوف ممنوع ما هوش فاضي دلوقتي، ومنعه من الدخول لحد ما وصل بعدها بكذا ساعه بفتره يعني كبيره، وصل عطاء بن ابي رباح. أول ما وصل
لا عطاء الخرسان وقف على الباب. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال له أنا جاي عشان في مسألة ما عايز فيها أمير المؤمنين. قال له طيب ومش عارف إيه، وراح عطاء بن أبي رباح مبلغ الحارس بتاع أمير المؤمنين، قال ادخل وأخبر هشام بن عبد الملك أن عطاء بن أبي رباح فقيه أهل الحجاز في انتظارك على الباب. فأول ما عرف أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك أن عطاء بن أبي رباح واقف على الباب، قال على الرحب والسعة فليدخل هو وكل من معه. فراح عطاء الخرساني راح داخل بسبب دخول عطاء بن أبي رباح، فبص لابنه قال له شايف يا ابني احنا ما دخلناش إلا بسبب هو الأعراب اللي انت كنت عمال بتتريق عليه وبتقول من هذا الرجل الأسود الذي يركب على حمار وشكله عجيب، ما دخلناش إلا على حسه. شفت قد ايه برضه في الناحيه الثانيه قد ايه الملوك كانت بتقدر اهل العلم وبتحترم اهل العلم وليهم مكانه وقدر عندهم عظيم. فلما وصل هناك دخل فاستقبله هشام بن عبد الملك وخده في حضنه وهش له وبش وفضله مكان جنب الكرسي بتاعه وقعده، والناس كلها طبعا في اجلال واحترام لعطاء ابن ابي رباح. فقال ما حاجتك يا ابا محمد؟ ابو محمد دي كنيه عطاء بن ابي رباح. اسمع بقى الكلام، هقراه لك من الورق، كلام عجيب جدا. رايح ما طلبش ولا طلب من نفسه إخواني، راح عمل إيه؟ قال عطاء بن أبي رباح يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقسم فيهم عطاياهم وأرزاقهم، اوعى تحجب عنهم أي حاجة. فقال هشام نعم، ثم صاح على غلام يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطائين وأرزاقهم لسنة مقدما أؤمر. قال له أمن حاجة غيرها يا أبا محمد؟ اللي انت عايزه تاني في حاجة تانية؟ قال له نعم، أهل الحجاز يا أمير المؤمنين وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، رد فيهم فضول صدقاتهم. الصدقات كانت بتخرج منهم وتروح تتوزع في أماكن تانية. طب هم عندهم فقراء، فزي ما النبي قال لمعاذ بن جبل خذ من صدقاتهم من أغنياء، خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم. قال له ففيهم فقراء، فرد الزكاة اللي انت بتاخدها منهم فيهم أيضا في إيه؟ الفقراء. على طول في ساعتها قال له نعم اكتب يا غلام بأن ترد فيهم صدقاتهم. هل من حاجة غيرها يا أبو محمد؟ قال أجل، أهل الثغور من وراء بيضاتكم، الناس اللي بيجاهدوا في سبيل الله دول لازم تراعيهم وتعمل لهم وتدر لهم أرزاقهم، فإنهم إن هلكوا غزيتم. لو الناس دول هلكوا أنتوا هتدخل عليكم الأعداء وهيغزوا البلاد ديت. قال أجل، اكتب يا غلام تحمل أرزاقهم إليهم. قال يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا تجبي صغارهم ولا تتعتع كبارهم ولا يكلفون ما، حتى أهل الذمة اللي هم مش مسلمين بيقولوا ما تكلفهمش فوق طاقتهم، خد منهم الجزية على قد ما تقدر لكن ما تكلفهمش فوق الطاقة. شوف قد إيه؟ قال أجل، لا يكلفون فوق طاقتهم. أمن حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال أجل، أجل يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك، ولا والله لا تجد أحدا ممن حولك ينفعك بين يدي الله جل وعلا. فأكب أمير المؤمنين وطأطأ رأسه إلى الأرض وأخذ يبكي بكاء شديدا، وكل من في المجلس أخذ يبكي. قال هل تريد شيئا لنفسك يا أبا محمد؟ قال لا أريد شيئا لنفسي، هو ما قلت لك اللي أنا وصيتك عليهم هم دول بس، أما أنا فمش عايز حاجة لنفسي. فلما أراد عطاء بن أبي رباح ينصرف، راح أمير المؤمنين بعت له صرة مليانة دنانير ذهب وراح مديها للغلام. فالغلام أدرك عطاء بن أبي رباح عند الباب، قال هذا هدية من أمير المؤمنين. قال سبحان الله، كل أمير المؤمنين قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما خدش ولا درهم ولا دينار ولا أي حاجة، وخرج. لدرجة أن عطاء الخرساني بيقسم بالله بيقول والله ما شرب عند أمير المؤمنين شربة ماء. جه بعزكم الله بحماره من مكة لحد ما وصل لأمير المؤمنين، ورجع مرة تانية على نفس الحمار ومعاه يعني جرة مية كده بيشرب بينها وشوية تمر بياكلهم، ومرضيش ياخد حتى شوية مية من عند أمير المؤمنين. وتمر الأيام، وبعد العمر الطويل دوت من الدعوة والزهد والطاعة والعلم، ينام عطاء ابن أبي رباح على فراش الموت ويموت. الحقيقة لما تقعد تفكر في حياة الناس ديت، الناس دي سبحان الله
فعلا الناس دي سيرتهم فعلا تسلق الصدور، شفاء والله للقلوب. والله يا جماعه انا قاعد بحضر في سلسله روائع التابعين، بعد ما حضرت قبل كده سلسله اصحاب الرسول وعملتها كتاب مجلدين ونزل من حوالي من اكتر من 13 14 سنه، والحمد لله برضو يعني روائع التابعين برضو بجهزها الان في مجلدين ان شاء الله تنزل قريب. حقيقه عشت في زمن جميل قوي قوي وحلو قوي قوي، كنت بتمنى بجد من كل قلبي ان احنا فعلا نعرف سيره الناس ديت. انا مش هقدر اذكر لك لكل واحد قصته كامله من الالف للياء، لكن انا بذكر لك بس كده بعض الصور الجميله المضيئه في حياه هؤلاء الناس، حياه هؤلاء الناس اللي فعلا النبي قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انا بكلمك في القرون الخيريه الاولى ديت اللي فعلا محتاجين نعرفها ونتعرف عليها اكتر علشان نقرب من الناس ديت. الناس دي محتاجين ان احنا نخليهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علشان فعلا الناس دي كانت سيرتهم فعلا تسلق الصدور. قد ايه يا جماعه محتاجين ان احنا نقدم نصيحه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، قد ايه ما نهتمش بمنظر الانسان ولا شكله، اذا كان هو ابيض ولا اسمر، اذا كان جميل ولا مش جميل، اذا كان هو غني ولا فقير. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قد ايه الانسان، اوعى تحكم على انسان من خلال مظهره ولا شكله، اوعى تحكم على انسان من خلال فقره او غناه، احكم على الانسان من خلال اخلاقه ودينه. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما اتكلم حتى عن موضوع الزواج قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. الحقيقه الصفحة يمكن خلصت لكن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي بكرة إن شاء الله مع تابعي آخر ونشوف صفحة جديدة ونموذج جميل وجديد علشان نعرف قد إيه عظمة هؤلاء الناس. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام.